للمزيد حول بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن المجزرة التي وقعت في صلاح الدين، ينضم إلينا الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي بالهيئة، عبر الهاتف من عمان. أهلا بك دكتور ثامر. بداية، أصدرتم أنتم في هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بشأن خطف وقتل مواطنين في ناحية الفرحاتية في صلاح الدين. السؤال هنا، كيف تنظرون إلى هذه الجرائم المتكررة والتي تستهدف سكان بعض المناطق بعينها؟ حياكم الله أخي الكريم. حقيقة اليوم هو يوم مؤسف، يوم حزين، يوم مدمي على الشعب العراقي بسبب مجزرة الفرحاتية. مجزرة بشعة بكل المقاييس، مجزرة وجريمة كاملة الأركان ارتكبتها ميليشيا العصائب، إحدى الميليشيات المنضوية تحت ميليشيا الحشد الشعبي، وهي من الميليشيات المعروفة بالولائية التي تذعن بالولاء لإيران. هاجمت ليلة أمس بيوم بيوت المواطنين في ناحية الفرحاتية، واعتقلت ما يقرب من 30 شخص بينهم أطفال، بعد أن روعوا الأهالي من النساء والأطفال وكبار السن، وبعد أن اختطفوا العشرات من الأبرياء، ثم تم قتل وتصفية 12 شخص من المختطفين بلا أي ذنب، بلا أي مبرر لارتكاب هذه الجريمة البشعة. وباقي المختطفين إلى الآن لا أحد يعرف مصيرهم، إلى الآن هم مجهولو المصير. الهيئة اليوم في بيانها استنكرت وأدانت هذه المجزرة وهذا الإجرام بحق الشعب العراقي، لأن هذه الجرائم هي مستمرة ولم تتوقف. جريمة تدخل في الإطار الاستهداف الطائفي لأهل السنة في هذه المناطق التي شهدت مجازر وجرائم كبيرة بحق أهالي قضاء بلد تابع لمحافظة صلاح الدين. الهدف منها كان واضحا، هو إعادة تكرار سيناريو السنوات الماضية التي كانت تشهد مجازر يومية بحق أهالي بلد والمناطق الأخرى. والبيان، بيان الهيئة اليوم، أكد أن مسلسل الجرائم الميليشيات لم ينتهي منذ أن استولت هذه الميليشيات على القضاء، بحيث أصبح أهل القضاء أسرى لهذه الميليشيات في مناطقهم وفي مدنهم. دكتور ثامر، يعني رغم شكاوى سكان تلك المناطق المتكررة من الانتهاكات الدائمة التي تقوم بها مختلف الميليشيات، في المقابل نجد أن القوات الحكومية لم تحرك ساكنا تجاه تلك الشكاوى. السؤال هنا، بما تفسر تخاذل الحكومة عن حماية الأهالي؟ حقيقة هناك شكاوى عديدة من الأهالي ضد هذه الميليشيات وصلت إلى الأجهزة الحكومية، وصلت لأنها هذه الميليشيات كانت تمارس الطائفية والإجرام بحق أهل القضاء، ولم تنتهي لا الجرائم ولا الانتهاكات، ولم يتوقف الأهالي عن تكرار الشكاوى ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها. لكن لا الحكومة ولا القوات الحكومية ولا الأجهزة الأمنية ولا حتى السياسيين أو الأحزاب من هذه المحافظة، من محافظة صلاح الدين، أخذوا بالاعتبار هذه الشكاوى أو حاولوا حتى الدفاع عن المدنيين. بل بالعكس، جهاز مكافحة الإرهاب اليوم أمس هو من سمح لعناصر هذه الميليشيات الدخول إلى المنطقة، والناس استنجدت بالجيش والأجهزة الأمنية، ولكن لم يتم الاستجابة لنداءاتهم أمام ما يرتكب بحقهم من مجازر وانتهاكات. بالنتيجة هذا يدل على أن القوات الحكومية متواطئة مع هذه العناصر الإجرامية. في سؤال جديد، هل تعتقدون مثلا أن تشكل الحكومة لجنة للتحقيق في هذه المجزرة، وكما جرت العادة في كثير من اللجان التي أعقبت الاحتلال الأمريكي عام 2003، فإن عمل هذه اللجان يكون شكليا ولا تسفر عن أي نتائج، هل تتوقعون أن تقوم الحكومة الحالية بيعني إعلان مثل هذه اللجنة لطي الملف مثلا؟ مع أنه اللجان لن تأتي بنتيجة إيجابية في نصرة المظلومين أبدا، ولكن أنا شخصيا أظن أن هذه الجريمة ستمر ولن تشكل هذه المرة حتى لجنة لمعرفة الحقائق، وسيغلق التحقيق في الجريمة وتقيد الجريمة ضد مجهول. للأسف دماء العراقيين اليوم أصبحت رخيصة عند هؤلاء المجرمين، عند الأحزاب، عند السياسيين، عند الحكومة. بل أستطيع أن أقول إن الحكومة وأحزاب السلطة والمرتزقة من المنظومة السياسية اليوم ستجعل هذه الدماء عربون وهدية تتقرب بها
إلى الميليشيات لكي تكسب ودها، لأنهم يعلمون أن الانتخابات القادمة لا يمكن أن يكون لأي حزب أو شخصية لا تخضع لإدارة ورغبات الميليشيات الولائية تواجد في الحكومة القادمة إلا إذا أذعنت وأقرت بالولاء لهذه الميليشيات. والمصيبة الأكبر أن الحكومة اليوم مع بشاعة هذه الجريمة ومع أنها مجزرة كبيرة لو حصلت في دول أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكنهم اليوم نرى حتى تصريح وبيان رئيس الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية الحالي جعلوا الأمر ثانوي وقدموا حرق مقر الحزب الكردستاني في بغداد، جعلوها أمرا كبيرا وبشعا، وهذه الجريمة البشعة جعلوها أمرا ثانويا أمر طبيعي كأنه يمر مرار الكرام. طيب، وفق تقديركم للأحداث المحتملة القادمة على العراق، هل تتوقعون مثلا استمرار هذه المجازر ذات الصبغة الطائفية في ضوء هشاشة الدولة وأجهزتها الأمنية التي تسيطر عليها الميليشيات كما تعلم؟ من خلال معطيات التجارب السابقة، الجرائم والمجازر بحق الشعب العراقي لم تنتهي منذ احتلال العراق، ولكن الذرائع كانت متعددة، وإلا فالمجرمون هم أنفسهم، والجهات التي ترتكب هذه المجازر هي ذاتها الحكومة وأحزاب السلطة والميليشيات والدولة والأجهزة الأمنية، تخضع لإرادة الميليشيات وأحزاب السلطة المتنفذة. ولم تتوقف هذه الجرائم سابقا، ولن تتوقف ما دامت المنظومة السياسية تسير وفق المرسوم لها دوليا من خلال الأحزاب والعناصر الموالية لإيران، وما دامت سياسة الإفلات من العقابية السائدة كما بيّن أو أشار بيان الهيئة اليوم، فلن تتوقف هذه المجازر. بل إن المصيبة أن من يرتكب هذه المجازر هو من يسيطر على المدن والقرى والنواحي في العراق، ويرتكبون هذه المجازر أمام العالم جميعا، أمام مرأة الحكومة والقوات الأمنية، ولا وهي لا تحرك ساكنا أو تعتقل أو تحاسب هؤلاء المجرمين. الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.